السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين. بشكل مختلف يحل اليوم العالمي للمرأة هذا العام على المرأة اليمنية في ظروف غير مسبوقة، يأتي وقد عصف الانقلاب وتداعياته بكل مكتسباتهن التي ناضلن من أجلها لعقود، وفيما يحتفل العالم بالمرأة تعيش نساء اليمن وضعا كارثيا بكل المقاييس، إذ باتت ضحية لمختلف أنواع الانتهاكات وأصبحت أكثر الضحايا تحملا لكلفة الحرب، فهي بصورة أو بأخرى أم أو أخت أو زوجة أو ابنة شهيد أو معتقل أو جريح أو معاق، بل في أحوال كثيرة هي الشهيدة والجريحة والمعاقة بعد أن وجدت نفسها وجها لوجه مع الظروف القاهرة. في حلقة اليوم نناقش وضع المرأة اليمنية في ظل الحرب والصراع وأثر الحالة الراهنة على النساء في اليمن. قبل النقاش اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر السكايب من نيويورك الناشطة الحقوقية لطيفة علي، وسيكون معنا عبر الهاتف من تعز الناشطة الحقوقية أيضا إشراق المقطري وعضو اللجنة الوطنية في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وستنضم إلينا من بيروت الناشطة والباحثة الاجتماعية رشا جرهوم، وكذلك سيكون معنا أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان من إسطنبول. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع الأستاذة لطيفة علي عبر السكايب من نيويورك. مساء الخير أستاذة لطيفة. مرحبا بك أستاذة لطيفة. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة لطيفة. في البداية، نظرتك لواقع المرأة اليمنية خاصة مع ظل الحرب وأيضا الصراع القائم في البلاد. يكون الفكر المجتمعي ينعكس بشكل مباشر سواء بمكوناته السياسية أو الدينية والحياتية أو في حالة الحرب والسلب على المرأة. المرأة تعتبر الحلقة الأضعف في المجتمع، وفي غياب النهج الديمقراطي في دول العالم الثالث تصبح المرأة عرضة أكثر من غيرها لتحقيق حقوقها بشكل متكامل. وبشكل خاص المرأة اليمنية تعيش وضع استثنائي، كونها في ظل إدارة من إدارة العالم الثالث، ولكن في كون الآن في حالة أنها في حالة حرب، وكون أيضا أنها في ظل دولة منتزعة من قبل عصابة انقلابية، إضافة إلى أن هذه العصابة الانقلابية هي تحت رهينة للفكر العقائدي الديني المتشدد، وبالتالي فإنها في وضع استثنائي تماما. لا أحد يكاد يرى أو لا يكاد المرأة اليمنية الآن تعيش في وضع كارثي جدا. نعم أستاذة لطيفة، يعني هذا الواقع التي تتحدثين عليه، هل مثلا ربما اختلف كثيرا عن واقع المرأة قبل الانقلاب؟ لا شك أن المرأة قبل الانقلاب كانت إلى حد ما قد نالت شيئا من الحقوق، كونها في وضع إلى حد ما مستقر سياسيا، لكن نعرف تماما أن الحروب تضع أعباء مضاعفة على المرأة. كون المرأة الأم، المرأة هي التي تدفع الأثمان من حيث خروج الأطفال من التعليم، تدفع المرأة أضعاف مضاعفة بحيث عدم وجود الرعاية الصحية، المرأة تخضع للتهجير القسري، المرأة في ظل الانقلاب وفي ظل العصابة الآن الذي موجودة الانقلابية الحوثية تعاني من التشرد، تعاني من كوارث لا حد لها. نعم. طيب أستاذة لطيفة، أيضا المرأة اليمنية ربما الآن الحديث مثلا عن حقوق للمرأة في تواجدها بشكل كبير مثلا في الدولة، في كل مؤسسات الدولة المجتمعية المنظمات، ربما يبدو ضرب من الخيال على الأقل في هذه اللحظة، لأن المرأة في هذه اللحظة ربما تعاني بشكل كبير، هي أصبحت الآن مشردة، أصبحت جريحة، أصبحت ربما تعاني من حالات اضطراب نفسي بسبب إما أن يكون ابنها شهيد أو معتقل أو مشرد أو ما شابه ذلك. كيف يمكن أيضا أن يتم معالجة مثل هذه الظروف الصعبة التي تحيط الآن بالمرأة اليمنية؟ الحقيقة الأكيدة أننا في ظل عدم وجود دولة حتى في المناطق المحررة التي تخضع للسلطة الشرعية، ما زالت المرأة تعاني الأمرين. نعم. المرأة
يعتبر الآن في ظل الأب المعتقل أو في ظل الأب القتيل أو في ظل الأخ المفقود المختطف، فتصبح هي العائلة الأول الأسرة. فبالتالي في ظل السلطة الشرعية التي مفترض أن تكون قد وضعت الحد الأدنى لرعاية المرأة في هذا الوقت، لأنها نعم أستاذة لطيفة، نعم أستاذة لطيفة معذرة منك، ربما هناك إشكالية في الصوت، أتمنى أن تصلح هذه الإشكالية عن طريق سماعة أو ما شابه ذلك، وأنا أنتقل مع الأستاذة إشراق المقطري تنضم إلينا من تعز. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور. مرحبا بك أستاذة إشراق، ربما أنت الآن لك تجربة أيضا في هذه الظروف في الميدان، تتابعين وتوثقون عبر اللجنة الوطنية لكل الانتهاكات. اليوم ونحن ربما غدا نحتفل بعيد المرأة أو اليوم العالمي للمرأة، كيف تقيمين حال المرأة اليمنية خاصة مع الحرب، خاصة مع الأزمة والوضع القائم الآن؟ أولا يعني شكرا لقناة بلقيس الاهتمام بموضوع جاد وحي خلال هذه الفترة، وهي قضية وضع النساء في عموم محافظات الجمهورية لا سيما أثناء الحرب. لكن أحب أضيف شيء، بأن اللجنة اليوم يعني الآن ربما قبل ساعة عدنا من مديرية صدر الموادم، وكان النزول بغرض معاينة أوضاع النساء التي تعرضنا منازلهن للقصف في أعالي جبال محافظة تعز وهو جبل صدر، وهالنا حجم الخوف والرعب الذي تعانيه النساء. تخيل بأن يعني نساء أو أسر كاملة تنام في حيد لا يزيد عن متر، شيء لم يكن نتخيله ونتصوره أن يحدث هذا في مناطق قريبة منا. نعم. رأينا أيضا صور جدا مختلفة وقاسية ومؤلمة لنساء فقدن أطفالهن بقذائف وصلت إلى أعلى مناطق في هذه القرى، وبالتالي صعوبة جدا في أن تتقبل أو تتخيل حجم المأساة وحجم الرعب. نساء نعم. كانوا يخبرنا اليوم بأن بدأنا عملية المبيت والاختباء في داخل الحيود منذ يعني وقت المغرب حتى طلوع الفجر بانتظار توقف القصف الذي يصل إلى منازلهن، دون أن يكون لهن أي دور، دون أن يكون حاملات سلاح، دون أن يكون مشاركات بأي حرب. نعم. في هذه المناطق غابت المؤسسات، في هذه المناطق لا توجد أي نوع من الخدمات، لا يوجد مستشفيات، لا يوجد مرافق، لا يوجد أي نوع من أنواع الاحتياجات التي توفرت للنساء في تلك المناطق. فعن أي حقوق ممكن أن يتحدث عنها المواطن أو في اليمن بشكل عام ونساء على وجه الخصوص؟ نعم. من نطالب أستاذة إشراق من وجهة نظرك الآن، منظمة حقوق الإنسان، الدولة، الأمم المتحدة، من المعني في هذه اللحظة بمعاناة المرأة في اليمن؟ قضية نعم. حقوق النساء أو احتياجات النساء هو احتياجات مواطنة بشكل عام، مواطن ذكر أو أنثى، وبالتالي هذا يؤكد حجم معاناة اليمنيين منذ عقود، وغياب مسألة التنمية وغياب مسألة المؤسسات الحقيقية الفعلية التي توفر سبل العيش الكريم. نعم. هذه حقيقة الأساسية التي يجب أن نقف أمامها، بأن هذه المناطق وكثير من غالبية المناطق في محافظة الجمهورية، وقبل هذا قبل قرابة 20 يوم كنا في منطقة الجوف في مخيم منذ عامين، يعني طلعت النساء في العراء في مناطق بعيدة مغيبة، هجرن من منازلهن أيضا. بالتالي فمسألة حقوق النساء ووضع حقوق النساء و يعني المآسي التي لاقيناهن هو ليس فقط في محافظة، يعني في جميع المحافظات، لكن كما ذكرت المشكلة الرئيسية في أن عقود وسنين من خطط واستراتيجيات وهمية لم تصل أو لم تتحول إلى الأرض. الحرب زادت من ويلات هذه المآسي ومن الوجع، لم نتصور بالفعل قد أن تتواجد كما ذكرت مثل هذه المآسي. أني اليوم يعني أو هذه اللحظات قبل ساعات لم أتوقع أن أجد نساء ينامن في الحيود، ولم أتوقع أن أجد بأن نساء لا يعرفنا الأسطوانة الغاز يعني منذ نعم. سنين بسبب الوضع بشكل عام. نعم. إذن هذا ما وجدتموه من حالة وصلت إليها المرأة نعم. اليمنية، هل يعني بعد أن وثقتم هذه الحالات هل هناك من تحرك ما سواء عن طريق الدولة أو منظمات إغاثية أو ما شابه ذلك للتخفيف من معاناتهن؟ نحن في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نحرص على عملية تتبع
جميع أنواع الانتهاكات وجميع أنواع الحرمان والمساس بالحقوق الأساسية بشكل عام. بعد غد بإذن الله لدينا مؤتمر صحفي وسيصدر فيه البيان لشهري يناير فبراير، ونوضح فيه أيضا مع هذه المناسبة ومع هذا الوضع كيفية التركيز على قضايا النساء. ولهذا كان النزول اليوم لمسألة معاينة أوضاع النساء في قرية الديم في مديرية صدر المادم، ويوم أمس كان النزول إلى مخيم اليرموك في منطقة الدحي للقادمات أو للمهجرات قصرية من مديرية جبل حبشي في بلاد نعم. تبيشعة نعم. العمل الرئيسي ربما هو الرصد والتوثيق لحقيقة هذه الانتهاكات والتحقيق في يعني سياسات ومنهجيات تلك الانتهاكات، لكن حريصين بإذن الله بأن يصل بالفعل صوت هؤلاء الضحايا إلى أعلى مستوى، سواء على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الوطني إلى نعم. رئاسة الدولة، بأن يحدث أو يحصل نوع من التدخل المباشر لتحسين أوضاع هؤلاء النساء التي حرمنا كما ذكرت من أدنى أنواع الخدمات والحقوق نعم. الكرامة. نعم. طيب أستاذة إشراق، تكرمي بالبقاء معي وأعود إلى نيويورك مع الأستاذة لطيفة علي عبر السكايب. أستاذة لطيفة، إذا تحدثنا عن دور المنظمات الدولية وكيف تنظر للمرأة اليمنية، وما الذي تقدم أو ما هي الصورة عن المرأة اليمنية خارجيا؟ بالنسبة للمنظمات الدولية، حقيقة الذي يجب أن نركز عليها أن المنظمات الدولية هي عبارة عن انعكاس للسياسات الدولية، بمعنى أن هذه المنظمات الدولية تعكس سياسة بلدانها، وهذا الذي العامل هذا كأنه يغيب عن الحكومة الشرعية، فبالتالي فلا تتعامل على هذا الأساس، تنتظر الحكومة الشرعية في اليمن أن تقوم المنظمات الدولية بالدور المناط بها هي، بمعنى أن هناك داتا بيس الأساسية، هي المعلومات الأساسية التي تصل، المعلومات التي تمد بها المنظمات الدولية، هذه المعلومات التي تصل هي تصل من الجانب الانقلابي. لاحظنا هنا في 50 ولاية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن المعلومات التي تصل إلى المنظمات هي عبارة عن معلومات قائمة على مصادر من الانقلابيين. كنا في الأمس تحديدا كانت أحد الأخوات الناشطات في شيكاغو، وكانت في مقابلة مع أكثر من المنظمات، كانوا يتحدثون إليها فقط عما يدور أو عن الضحايا الذين هم من قبل الطائرات أو التحالف العربي وضحايا التحالف العربي. نعم. إذن أين هي المعلومات التي المفروض أن تمد بها هذه المنظمات؟ هذا كجانب أساسي. نعم. الأمر الآخر، نعم نعم استاذة لطيفة استمري. نعم، هذه النقطة نقطة مهمة، أن يعني أنت تتحدثي الآن وكأنه دور يعني المنظمات التي في صف الشرعية والتي توثق الجرائم التي يقوم بها الانقلابيون لا يوجد لها أي أثر في كواليس المنظمات المعنية بحقوق المرأة. ومعنا الآن أيضا الأستاذة إشراق، هي تسمعك من تعز، ممكن أنا أوجه لها نفس التساؤل. أستاذة إشراق، الأستاذة لطيفة علي من نيويورك تقول بأن الصورة ربما مغيبة عن الانتهاكات التي تتضارب المرأة اليمنية في اليمن، ما رأيك أنت؟ أنني طبعا أؤيد ما تقوله العزيزة لطيفة لسبب واحد، إذا كانت بالفعل للأسف يعني حضورنا الدائم في الميدان ومع هذا حجم الانتهاكات أو قسامة هذه الانتهاكات لم نتصورها بتتواجد في محافظة معينة، وتوقعنا بأنها تتمركز في محافظة عن محافظة أخرى، بمعنى متوقعين بأن الانتهاكات كانت موجودة للنساء في محافظة تعز، محافظة عدن، في محافظة لاحق، في محافظة ضالع، لكن فوقنا بحجم انتهاكات ضد النساء بشكل أقصى وأمر في البيضاء، في مأرب، في الجوف. هذه الصورة الداخلية في مباركة، في الصورة الخارجية لدينا بالفعل ضعف كبير جدا في إيصال حجم تلك الانتهاكات التي طالت المواطنين بشكل عام والتي طالت النساء بشكل خاص، إضافة لخصوصية الحديث عن انتهاكات طال النساء. الكثير من أننا مجتمع محافظ ويرى بأن المحافظة أو الحفاظ على خصوصية المرأة بأن لا تذكر الانتهاكات التي تطالها، سواء من جانب الأسرة أو من جانب المجتمع أو حتى من جانب الكثير من المؤسسات والمعنيين، فيرون بأن البوح بأنواع معينة الانتهاكات لا سيما في مسألة التحرش، في مسائل الحصار، في مسائل الابتزاز، في مسائل امتهان الكرامة، هذه الصور لا تظهر بشكل كبير بالرغم من حدوثها بشكل قاسي وبشكل يعني نعم. مهين. أنتم في اللجنة الوطنية بأن هذه المسألة نعم. لا تقع فقط على المنظمات الحقوقية، تقع على الجميع، سواء هي تقع على الجميع بشكل الجماعي، لكن ربما على الأقل نحن يعني نسألكم أنتم بحكم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق انتهاكات حقوق الإنسان،
ربما أنتم الجهة الرسمية الوحيدة الآن في اليمن التي ربما مصادقة من الأمم المتحدة، وأي تقارير ربما يؤمنوا بها ويصدقوها، هل من تقارير خصت المرأة اليمنية والانتهاكات التي تطالها وتم إعدادها وسترفق بملفات معينة للأمم المتحدة؟ في مسائل عزيزي، في مسائل الرصد والتحقيق في قضايا الانتهاكات نحن نقدم تقارير عامة، يعني قدمنا تقرير أولي، وحاليا لدينا التقرير بإذن الله سيصدر الأسبوع القادم لفترة 7 أشهر الماضية، وسيتحدث عن كافة الانتهاكات. في نوع من التطرق بشكل مركز على حق ما طال النساء من انتهاكات، لكن أيضا من ضمن منهجية أعمال اللجنة الوطنية بأن تقدم تقارير بعد ذلك نوعية خاصة بالأطفال وخاصة بالنساء، وهي تلبي من الاستراتيجية التي نعمل على الإسراع في عرضها يعني في الأيام القادمة. لكن في مسائل التحقيق ونتائج التحقيق يعني نتابع مسائل التحقيق في القضايا التي انتهكت فيها النساء، لأنه مسألة التطرق والتحليل مثل هذه الانتهاكات يأخذ نوع المنظور العنف من القائم على النوع الاجتماعي، بالتالي التركيز على خصوصية هذا العنف وخصوصية هذه الانتهاكات، والمساس بمسائل السلام والأمن التي من المفترض أن يحصل النساء على حماية، لا سيما أن هناك نصوص قانونية في القانون الدولي الإنساني مركزة على حقوق النساء، أكثر من 40 مادة في القانون الدولي الإنساني بشكل عام يتحدث عن حماية النساء والفئات المستضعفة والأقليات من أي نوع من أنواع الانتهاكات أو تعرضهم للخطر، لكن هذا لم يحدث. وبالتالي كما أني طبعا أيد كلامك بأن من الضروري أيضا أن يكون هناك نوع من التركيز الأكبر من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في قضايا النساء، سواء في التقارير أو في مسألة التوصيات وتتبع الجهات التي تمارس هذه الانتهاكات أو المؤسسات الرسمية التي لم تقدم واجباتها أو مسؤوليتها بشكل أفضل لتحسين أوضاع النساء. عضو لجنة التحقيق في إدعاء انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ أشراق المقتري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، قبل أن أعود لضيوفي الأكارم، نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات التي ربما أخذنا عينة عن أثار الحرب والصراع وكيف انعكست على المرأة اليمنية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العالم. نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش. طبعا هناك الكثير من المعاناة التي مرت بها المرأة اليمنية في ظل هذه الحروب التي تتالت في والوضع القاسي التي مرت به المرأة اليمنية، اولا خروجها من بيتها ونزوحها من ديارها واهلها، وايضا يعني المعاناة التي تلاقيها هنا في ظل النزوح الذي تعيشه المرأة اليمنية. المرأة اليمنية تعاني الكثير والكثير من القيود ومن التحديات والصعوبات خلال هذه الأزمة والحروب القاسية، فهي أصبحت تتحمل كل أعباء الحياة، خاصة بعد أن تشردوا وبعد أن قتل أطفالها أو زوجها أو ابنها أو أبوها، فهي أصبحت تتحمل كل أعباء الحياة من حماية أطفال ومن تعليمهم ومن مستلزماتهم ومن خدماتهم التعليمية والصحية، وخاصة المأكل، وخاصة في هذه الظروف الصعبة حيث وأن المعاشات انقطعت. ولكن رغم هذا كله فما زالت المرأة اليمنية تتحمل كل أعباء الحياة، وعندها الأمل الكبير بأن النصر إن شاء الله هو حليفنا. عانت المرأة اليمنية بشكل عام من الحروب الحاصلة في اليمن، وبشكل خاص من النزوح. من الأضرار العامة للحروب هي نزوح المرأة اليمنية. عانت المرأة اليمنية من الحرب من ناحية صوت الانفجارات، الحروب التي وقعت أمام منزلها أو بجوار منزلها، أيضا بكاء الأطفال الذين يعانون من جراء الانفجارات وينزعجون من الانفجارات، ومن ثم أضرار النزوح التي عانت منها المرأة. احنا عانينا من كثير من الأحزان، فقدنا أصدقائنا، أعمامنا، أزواجنا، أبناءنا بانتقالنا من إنسان على هنا لا مأرب، وتغير التضاريس حق مأرب، عانت أكثر. تعرضت المرأة اليمنية لشتى أنواع الانتهاكات، فرأينا منهم من قنصت وقتلت واختطفت، وأيضا كما أنها أيضا تعرضت للأسلوب الانتهاكات اللفظية، سواء كانت في المعابر التي صنعت من ميليشيا الحوثي وصالح أو غيرها. أيضا تتعرض المرأة اليمنية إلى سواء كانت إلى الانتهاكات المباشرة أو غير مباشرة. طالت المرأة في محافظة تعز انتهاكات عظيمة، منها
تعرضت للتعذيب الجسدي والتعذيب الخلقي، منها مواقف كثيرة كحملة. أول انتهاك هو انقطاع التعليم عن فتيات الجامعة وعن فتيات المدرسة، وإلى الآن ما زالت الطالبة تعاني من قلة التعليم، إما في عدة مناطق، يعني مثلا الطالبة تشي تروح المدرسة، الأهالي يمنعوها بسبب القنص أو القذائف التي طالتنا من ميليشيا الحوثي. إلى ما تعانيه المرأة في تعز بالذات من الحصار والقتل والتجويع والحرب المستمرة لها سنتين حتى الآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا من جديد. إذا تابعنا بعض التصريحات من بعض نساء اليمن، وأعود إلى نيويورك عبر السكايب مع الأستاذة لطيفة علي. أستاذة لطيفة، عدنا مجددا. لا شك أن الانتهاكات تطال المرأة، وهناك انتهاكات كبيرة لحقوق المرأة في اليمن، لكن مع كل ما يحدث من انتهاكات إلا أن المرأة اليمنية حاضرة وبشكل قوي جدا، وربما يعني ظهر جليا وواضحا في ثورة 2011، وحتى الآن في ظل الانقلاب نجد المرأة اليمنية هي ربما الصوت الوحيد الذي لا زال يقارع الميليشيا في وسط العاصمة صنعاء بعد أن أصمتت كل الألسن. كيف تقرأين هذا الثبات وهذه القوة وهذا الحضور للمرأة اليمنية؟ كلامك إلى حد كبير يعكس حقيقة حالية، حقيقة واقعة. على المستوى الوطن العربي، الثورات العربية أخرجت المرأة إلى دور فاعل. يعني المرأة مثلا في سوريا، المرأة في العراق، المرأة في ليبيا تعاني من أمرين من الحرب، لذلك هي يعني كأنها مجبرة على القيام بهذا الدور. لكن نحن بحاجة إلى تفعيل هذا الدور بشكل لوبي قوي على المستوى المنظمات الخارجية. مثلا هنا في أمريكا تحديدا، كون هذه الدولة هي تعتبر مصدر القرار الدولي، نادينا بشكل مستمر من مطالبين من الخارجية اليمنية في ظل الشرعية، الحكومة الشرعية، أن يكون للمرأة أو الناشط في الغرب دور فاعل لإيصال الصوت المختلف، الذي هو يمثل الحكومة الشرعية. نعم. ومعاناة المرأة في أفهم الآن ونحن في هذا. نعم أستاذة لطيفة، أفهم من كلامك أن المرأة حتى التي ربما أصبحت خارج اليمن وفي بلدان تتمتع بالحرية والحقوق لا زالت مهضومة، وإذا بحثنا عن دور ربما يمثلنا بلدهن يحاربنا في هذه الدول الأخرى. لا، سأقول شيئا. أنا أعتقد أن المرأة هي رهينة الثقافة المشوهة التي أنتجتها، التي خرجت منها. المرأة في الغرب هي نتيجة لل 33 سنة من ثقافة مشوهة، من منظومة فساد متكاملة زرعها علي عبد الله صالح في العقل الذكوري. نعم. لذلك ما زالت المرأة، ونحن في هذا العصر، تعمل في إطار من إذا كان المصطلح قويا جدا فهي من إطار من الرعب المجتمعي. ما زالت وهي في هذا المجتمع، ما زالت تعمل بحدود دنيا، ما زالت تعيش الثقافة التي أنتجتها والتي خرجت منها. لذلك الدور المناط بها هو محدود إلى حد ما بعقلية معينة، لكن مع ذلك قد تجاوزت الكثير من الحواجز في تمثيل بلدها، في تمثيل قضاياها، خاصة القضايا اليمنية. كما قلت، المرأة قدمت صورة إيجابية في تمثيل القضية اليمنية في خلال الحرب الأخيرة هذه في اليمن. نعم. نعم. إذن أستاذة لطيفة، اسمح لي أيضا لي أن أشرك معنا في الحديث من بيروت الأستاذة رشا جرهوم، ناشطة حقوقية. مساء الخير أستاذة رشا. أهلا وسهلا، مرحبا فيكم جميعا، وأعتذر شوية أنا مريضة فصوتي مكحول. أهلا ومرحبا بك أستاذة رشا. نعم أستاذة رشا، أنت أيضا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة اليمنية، إلى أي مدى من وجهة نظرك المرأة اليمنية استطاعت أن تكسر كل القيود، كل الحواجز التي يعني وقفت في طريقها لتحقيق ما تريد في مختلف المجالات؟ أوكي. هو بشكل عام وضع المرأة اليمنية حتى قبل الحرب كان هناك فجوة كبيرة من ناحية المساواة والعدالة الاجتماعية. نعم. اليمن احتلت على مدى سنين طويلة المرتبة الأخيرة في مؤشر المساواة منذ 2006، عندما أسسوا هذا المؤشر لقياس يعني تنمية المرأة. احنا دائما كنا في اليمن نحتل المرتبة الأخيرة. نعم. ولكن في 2011 عندما ذهبت المرأة إلى الثورة وخرجت بالأعداد الكبيرة وسمعنا صوتها على الساحة وكانت تقود الثورة، ليست فقط
مشاركة، ولكن قادة الثورة مثل الأستاذة توكل كرمان فأصبح لهم يعني الفكرة أن المرأة تجلس في البيت وصوتها عورة، وكل هذا المرأة استطاعت أن تدمر هذه الصورة النمطية وأن تثبت نفسها وتخرج إلى الشارع لتطالب بالتغيير. نعم. للأسف الآن الحرب التي حدثت يعني ضرت النساء بشكل كبير، الجميع بالمدينة أو بالقرية أو حتى النساء التي خارج اليمن، فتراجع مستوى المشاركة بالنسبة للنساء، ولكنهن ما زلنا يتحدينا الصور النمطية. عندما تخرج المرأة تمشي مسافات طويلة جدا لتذهب لتحضر الطعام في تعز لأسرها، عندما مثلا في سرعان عندما عملوا حملات حيادة الدراجات، نعم، وهو يعني غير مقبول بالمجتمع اليمني، ولكنهن خرجنا يتحدين عدم وجود مشتقات النفطية. يعني الآن للأسف كمان يعني نجد أن المرأة ضحية لهذه الحرب، نجد أن المرأة يدفعنا يعني استغلالهن بأخذ مواردهن لدفع يعني المجهود الحربي وغيره، يحرمنا من المرتبات وهذه الأشياء. نعم. ولكن هناك كمان ظواهر مقلقة بأنه يتم تجنيد النساء الآن. نعم، وربما الميليشيا متورطة بهذه الجزئية أستاذة رشا، أليس كذلك؟ وأيضا دوركن الآن، أنتم ربما أصبحتن خارج اليمن ولكن دور فاعل في المنظمات الدولية وأيضا في حقوق الإنسان، كيف يمكن نقل الصورة في استخدام المرأة بأن تحمل السلاح وتقاتل وتنتهك كل حقوقها في اليمن وتوضح للعالم علهم يتخذوا إجراءات سريعة من أجل إنقاذ المرأة وانتهاك حقوقها في اليمن؟ بصراحة نحن ننادي بهذا الشيء بشكل دائم، ولكن هناك تخاذل يعني من المجتمع الدولي. نعم. أولا القرار 2216 مثلا تحدث عن عدم تجنيد الأطفال، ولكن في أجندة السلام لم يتم وضع هذه النقطة بطريقة صريحة، ولكن تم وضعها تحت قضية المعتقلين وقصرها حول إخلاء سبيل الأطفال. نعم. وليس مثلا فكرة وقف التحشيد ونزع السلاح وإعادة إدماجهم في المجتمع. نعم. القرار الأخير الذي صدر أيضا مؤخرا حول تجديد لجنة العقوبات لم يتحدث عن مشاركة النساء، لم يتحدث أن النساء يجب أن يكون مشاركات بشكل فاعل في عملية بناء السلام. نعم. وأن يتم وقف نزع السلاح. وعندما ذهبنا مثلا إلى الكويت وطالبنا أن يكون هناك وفد مستقل للنساء في المفاوضات، قالوا لنا بأن الأطراف ترفض وجود النساء. فيعني ولكن هذا يأتي ضد المخرجات الحوار التي حققناها بتمثيل لا يقل عن 30%. والنساء دائما عندما يكون في المفاوضات هن يذهبن من النظرة القاصرة التي فقط تركز على المصالح الضيقة، ولكن تنظر النساء بشكل أكبر إلى المجتمعات المتضررة، إلى ماذا يحتاجه النساء الآن. مثلا يجب النساء أن ننظر لهم أنهم بحاجة إلى تعويضات تناسب احتياجاتهم. نعم. عندما نحاول أن نطبق القانون باليمن، إذا طبقنا قانون الأسر هو يهضم المرأة. عندما قلنا هذا تعود الدولة ومن ثم نبحث عن تطبيق القانون، وعلى الأقل مخرجات الحوار الوطني أستاذة رشا التي عملتنا بشكل قوي وفاعل حتى حققتنا نسبة 30% وكوتا في كل مؤسسات الدولة. بالعودة سؤال ربما الكثير يتساءل عن يعني أنت مثلا كمرأة عندما ترى المرأة تحمل السلاح وتذهب إلى يعني للاستعراض أو حتى تشارك في المعارك والحروب، كيف تنظري أنت لمثل هكذا عمل وأنت مرأة يعني بصراحة إذا كانت هذه المرأة ضمن دولة؟ نعم. يعني ضمن يعني أنها تتجند ضمن دولة فهذا من حقها، أنها تتجند ضمن قوات حفظ السلام فهذا من حقها، لكن أن يتم تجنيد النساء في ميليشيات للقتال بطريقة غير قانونية هذا أنا ضده تماما، لأنه استغلال للمرأة. لكن إذا شاركت في لجان التهدئة كامرأة عسكرية، إذا شاركت في لجان المصالحة، إذا شاركت في
يعني جيش رسمي للدولة، هذا من حق المرأة أن تكون متواجدة في هذه الأطر. لكن عندما تذهب إلى نفس الشيء ينسجم للرجل، يعني عندما يذهب إلى حملة سلاح بطريقة غير قانونية ومقتر قتال بطريقة غير قانونية، فهذا غير مقبول لأي نعم شخص كان. إذن ربما هذا مؤشر لانتهاك حقوق المرأة وليس في خدمتها، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة لي أنا، عندما رأيت أنهم جندنا النساء ويرفضن وجودهن في طاولة الحوار، هذا يدل على أنهم يعني أنه عذر كاذب. كيف تسمح لنفسك أنك تجند النساء وتستغل النساء بمواردهن وغير ذلك، وعندما يأتي إلى وقت المفاوضات للسلام لا يوجد أي تمثيل للمرأة ويعني وصف لها؟ نعم، الباحثة الاجتماعية والناشطة الحقوقية الأستاذة رشا جرهم، كنت معنا من بيروت، شكرا لمشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن قبل العودة للأستاذة لطيفة علي، وأيضا سينضم إلينا الدكتور عبد الباقي شمسان، نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطا حول أثر الحرب والصراع على المرأة في اليمن، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عودة جديدة وإلى الأستاذة لطيفة علي. الأستاذة لطيفة مرأة يمنية وغيرها الكثير من نساء اليمن، حققنا ربما حضور واسع على النطاق الحقوقي وأيضا في المحافل الدولية. هذا النجاح وهذا الحضور الذي حققتيه وحققه نساء كثير في اليمن، إلى من يعود الفضل بهذا الحضور وهذا التواجد لكم؟ هناك ملاحظة أورد أحب أن أوردها في البداية. نحن في الغرب بحاجة إلى تصحيح صورة المرأة، سواء على مستوى السينما الهوليدية أو على مستوى الرأي العام الأمريكي. تسوق المرأة في الغرب أنها حتى الآن لا تستطيع أن تقود سيارة مثلا في الخليج، أو أن المرأة اليمنية ما زالت خارج نطاق التعليم، بل أن المرأة في داخل أمريكا وكيمنية تحديدا ما زالت مثلا ليس لدينا إحصائيات عن نسبة التعليم للمرأة اليمنية في داخل أمريكا. ما زالت المرأة، دور المرأة في داخل أمريكا ما زال مناط بإطار الأسرة، كأنك في مجتمع مغلق في قرية من قرى اليمن. هذا نحن بحاجة إلى برنامج متكامل داخل الولايات المتحدة لإعادة تسويق صورة المرأة بشكلها الإيجابي والسليم. النجاح الموجود هو نجاح طفيف جدا، وما زال بمجهود فردي تحديدا. إن كنت تسمعني، بالعودة لسؤالي، حضورك الكبير الذي حققت لنا كنساء يمنيات خارج اليمن، إلى من يعود الفضل في ذلك؟
كما قلت لك، ما زال الفضل يعود إلى مجهودات فردية بحتة. الدعم الأول فيها قد يكون أسري، وهناك عائلات خرجت من إطار التقليد إلى حرمان المرأة مثلا من المشاركة المجتمعية، من حرمان المرأة في التعليم. للأسف الشديد من خلال هذا المنبر استطيع أن أقول أنه في 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 ولاية كولاية ميشيغان ما زالت المرأة محرمة على المشاركة، محرم عليها المشاركة في المجال العام. ما زالت المرأة دورها في المساجد كأنها في دولة من الدول العالم الثالث. لذلك الفضل يعود إلى بشكل فردي إلى 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 أسر فردية، إلى العقل المتنور الذي قد يسمح بهذا الحدود من المشاركة. عندما كنا في قبل شهر تقريبا في مؤتمر للحزب الديمقراطي الأمريكي السنوي، لم تكن هناك مشاركة للمرأة اليمنية، لم أكن سوى المرأة المتواجدة الوحيدة، كنت تقريبا أنا. وكان هناك احتفاء بوجود مرأة يمنية. هذا مؤشر على نقصان وضعف مشاركة المرأة في داخل الولايات المتحدة، بينما هي في أمس الحاجة الآن لتمثيل اليمن، وكما قلنا إيصال الصورة المأساوية التي تعيشها اليمن في ظل عصابة انقلابية، في ظل معاناة المرأة في داخل اليمن. المرأة في داخل اليمن في ظل الوضع الآن تعتبر من أكثر النساء معاناة. نعم. طيب أستاذة لطيفة، يعني إذا تحدثنا مثلا، البعض يقول المرأة اليمنية خاصة من بعد ثورة 2011 أصبح لها صوت مرتفع جدا، أصبح لها حضور في كل المحافل داخليا، وأصبح ربما الكثير لا يتجرأ عن تجاهل دور المرأة، بل يسعى لكسب المرأة حتى تكون داعمة في أي شيء، سواء سياسيا أو ما شابه ذلك، أو حتى في ظل الحرب. كما تعلم الآن المرأة لها دور كبير جدا وتساند الرجل، سواء التي هي الآن بصف الشرعية التي تدعم وتساند العودة الشرعية، أو حتى التي يستغلها الانقلابيون في خدمتهم وتوفيلهم بمختلف شتى الدعم حتى ماليا. رأينا الكثير من النساء يتبرعن بما يملكنا من أجل دعم الانقلابيين. كيف استطاع يعني الانقلابيون أن يعني يسخروا المرأة لخدمتهم بهذه الصورة، ولا يعني المرأة لا تستشعر مدى الخطر التي وصلت إليه، وأنها تنتهك حقوقها وتسلب كل ما تملك في ظل يعني ميليشيا وليست دولة؟ نعرف دور العقيدة في 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 صنع الغسيل الدماغي سواء للمرأة أو الرجل. نعم. هذه الجماعات تعتمد على العامل الديني وعلى التحشيد الديني والفكر الديني السلالي، فبالتالي تستطيع أو استطاعت اختراق عقل المرأة بأنها تقوم بدور إيجابي، بأن المرأة في الجناح الانقلابي ترفض المجاهدين، بأن المرأة تصنع الطعام، بأن المرأة ترسل فلذة كبدها إلى الحرب وتستغني عن 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 أمومتها وبدأ. وهذا أعتقد من ما يسمى بالبرين الواش، الذي الغسيل الدماغ المعتمد على العقيدة والمعتمد على الجهاد. ولكن البعد الذي وراء ذلك هو التجهيل الذي ظلت المرأة حبيسة التجهيل لمدة أعوام طويلة. المرأة خارج التعليم، نسبة الأمية سواء بالنسبة للرجل والمرأة في اليمن متدنية جدا. إذا يسهل على أي جماعة دينية استغلال المرأة في المعارك، استغلال المرأة اقتصاديا سياسيا، وهذا ما حدث تقريبا للمرأة تحت ظل الجماعة الانقلابية. نعم. أبرز الحقوق التي تناضلنا من أجلها طيلة هذه الفترة أو طيلة السنوات الماضية ولم يتحقق، ما هو من وجهة نظرك أستاذة لطيفة؟ أريد أن أكرر أن المرأة لم تتحرر الرجل. الرجل يجب أن يتحرر من النظرة الدونية للمرأة. الرجل يجب أن يتحرر من الشعور بأن المرأة ليس لها مكان في العمل السياسي وليس لها مكان في العمل المجتمعي، وينحصر مكان المرأة في أداء التقليدي في المنزل، في رعاية الأولاد. يجب أن يتحرر الرجل من هذه الفكرة، في إطار ما نقول وننادي به دائما، أنه في إطار ما تربينا عليه، في إطار القواعد المجتمعية التي نشأنا عليها، نطالب بهذا الحق الذي يجب على المرأة أن تناله في ظل ما نحن في ظل العلم والتكنولوجيا الذي أصبحت العالم كله قرية صغيرة، وأصبحت المرأة
رافد للأسرة، رافد اقتصادي، رافد سياسي. فيجب على الرجل تحديدا والرجل اليمني كما قلت لك، تعاني المرأة تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية من 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 النظرة الضيقة للرجل اليمني الذي لا زال حبيس إنما حبيس انطلاق ديني أو انطلاق عادات وتقاليد لاعتبار المرأة محدودة الدور لا أكثر ولا أقل. نعم، طيب أستاذة لطيفة، ربما وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ما هي الرسالة التي ممكن تقوليها أنت كمرأة في احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة؟ ما الذي ممكن تقولي للمرأة اليمنية التي خارج الوطن، المرأة اليمنية التي داخل الوطن، المرأة اليمنية المشردة، المرأة اليمنية التي فقدت ابنها أو زوجها أو قريبها، المرأة التي تنتظر متى سيعود قريبها أو عائلها المشرد خارج الوطن أو الذي يقبع خلف السجون؟ هذه رسالة تدمي القلب، رسالة حزينة جدا. أولا نقول أنه يجب التخلي عن الاستغلال السياسي للمرأة، بمعنى أن الرجل يمنح المرأة الحق عندما يكون في حاجة سياسية لها في الانتخابات، في المعارك السياسية، غير ذلك تصبح بهذا تصبح المرأة مجرد أداة سياسية الأكثر والأقل. في 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 اليوم العالمي يجب أن لا يكون هناك يوم فقط للمرأة، إنما يجب أن تكون المرأة كاملة الحقوق. المرأة ليست ناقصة الأهلية، المرأة أكثر قدرة على العطاء السياسي أو الاقتصادي أو في كافة المجتمعات. المرأة هي تدفع التكلفة الأولى في الحروب وفي السلم أيضا. الآن في الحروب المرأة في داخل، مثلا المرأة في داخل تعز، المرأة في ما كانت في صعدة، حتى في صعدة ما زالت المرأة تدفع ثمنا غاليا، سواء في 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 فقدان العائل، سواء في التشرد، سواء في الخروج من الرعاية الصحية. إذا على الرجل وعلى وعلى المجتمع اليمني أن يعي أن هذه المرأة مؤازر ولها حق في الرعاية، وفي ظل الآن في ظل الحرب حتى تعود الدولة وحتى يعود الوضع الطبيعي للمرأة ستظل المرأة تدفع أثمان مضاعفة في ظل الحروب. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر السكايب من نيويورك. مشاهدينا الكرام، كنا نتمنى أن ينضم إلينا الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع، لكن ربما هناك إشكالية في التواصل معه. في ختام الحلقة لا يبقى لنا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك، نقرأ بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج علاء السفياني يعلق بالقول: في ظل الحرب الراهنة والوضع المعيشي الصعب أصبحت المرأة اليمنية في وضع مأساوي لا يحسد عليه، حقيقة نتيجة لاستكبار بعض الأطراف في إشعال هذه الحرب ونشر الفوضى في المجتمع، ممن عكس سلبا على المرأة اليمنية ودورها في المجتمع، فأصبحت تدفع ثمن هذه الحرب وتكلفتها من معاناتها الصحية والجسدية والنفسية في مختلف الصعد، فتحملت معاناة النزوح والتهجير ودفعت ثمن تحملها شيء من صحتها، وتحملت ألم الفراق لأقاربها سواء كان ابن أو أخ أو زوج في هذه الحرب. على السفياني أيضا تعليق آخر من أصدقاء البرنامج، الأخ خالد الرماح يعلق: لا تقتصر معاناة النساء في الحرب اليمنية على ظروف النزوح ومشاعر الخوف من عمليات القصف، بل تزداد قساوة في ظل انقطاع الخدمات العامة، مما يدعوهن للقيام بمهمات شاقة في ظل انشغال الرجال بالحرب والبحث عن فرص لإعالة أسرهن. الأخ خالد الرمح. أيضا رأي آخر من صديق البرنامج، الأخ نسيم المقطري يعلق: في معركة جماعة الحوثي التي تخوضها في تعز ضد الحياة، تضاعفت معاناة النساء في المحافظات وأصبحت المرأة قتيلة أو جريحة أو مكلومة على فقدان زوج أو ابن أو قريب. ليس هذا فحسب، بل صارت نازحة أو حبيسة في المنزل بعد أن أصبح الخروج منه صعبا للغاية في ظل تساقط القذائف على المدينة من حين لآخر، فلم يبقى ألم إلا وجربته النساء في تعز. إذن هذا نسيم المقطري، نختم بهذا التعليق. في ختام الحلقة شكرا لضيوفي الأكارم، كان معنا عبر السكايب من نيويورك الناشطة الحقوقية لطيفة علي، كان معنا أيضا إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الناشطة والباحثة الاجتماعية رشا جرهوم،
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وأيضا في الإخراج الأستاذ أحمد نجم. تقبلوا تحياتي لكم أنا بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.